العصافير أول طيور استعملت الألتراسونيك، لكن اللي توسع أوي في هذا الاستعمال هو الخفاش. دي العصافير دي بتستعمل الألتراسونيك كبوصلة رادارية زي الرادار. اللي توسع في الحكاية دي الخفاش. شايفين الحاجة البامبة دي، السحابة البامبة اللي قدامكم دي كلها خفافيش، عبارة عن ألوف 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 من الخفافيش جنب بعضها. والخفاش بيستعمل الرادار أو الألتراسونيك بتاعه، بيبعت الألتراسونيك من مناخيره، بيعمل تشنجات في الأنف تبعت ألتراسونيك، وفي نفس الوقت يستقبل انعكاسها بودانه. فتبص تلاقي الودان دايما بتعمل حركة رعشة وتلفت من يمين للشمال طول الوقت. شوفوا الودان، شوفوا الودان عاملة إيه، بتستقبل الانعكاسات الألتراسونيك، فبيعرف منها الخفاش إذا كان في عوائق في السكة أو لا، خصوصا هو طيار ليلي ونظره ضعيف. في نفس الوقت بيطير بسرعة، فلو كان في أي عائق على طول الرادار بتاعه هيبينه. احنا هنا في الامازون، غابات الامازون، وفي بحيره اهي، وهنشوف دولفين المياه العذبه. وهذا الدولفين في مقدمه دماغه في الجبهه بتاعته في بروز، البروز ده بقى بيطلع منه التراسونيك، هو بيبعت التراسونيك، وبالطريقه دي بيعرف اذا كان في عوائق في السكه او لا. لما ترتد وتنعكس بيحس بيها، والسبب برضو ان هو نظره ضعيف زي الخفاش، فبيعتمد على الرؤية الرادارية دي. البصلات غريبة غير مألوفة طبعا، سباق الماراثون قبلنا بملايين السنين. ماراثون ايه؟ ده ماراثون خرافي، 12,000 ميل طائر صغير يرحلهم من الجنوب، القطب الجنوبي للقطب الشمالي، يعني واخد الكرة الأرضية كلها كده. وماراثون تحت المي استاكوزا، وماراثون عبر الأطلنطي، بيخلص الأطلنطي ويخش على الهادي لغاية ما يوصل لجزر جالاباكوس، وهناك في جزر جالاباكوس يتزاوج ويبيض ويفقس ويرجع الرحلة من تاني. أعجب حاجة الدبور الأفريقي العجيب ده، دبور يطلع من أفريقيا يعدي البحر المتوسط ويعدي بعد كده على إيطاليا وفرنسا، ويعدي على جبال الهيمالايا، ويطلع بعد كده على يعدي المنش ويطلع لإنجلترا، يروح هناك جعانيه كله اكله عسل. فماراثون غريب، ماراثون غريب بالنسبه لدبور صغير يعني. وطائر قد كف اللي هو الطائر الطنان، ويطلع من المكسيك لغايه ما يوصل لألاسكا. يعني عاوز اقول ايه، يعني احنا دلوقتي قدام حيوانات وطيور واسماك غلبت ابن بطوطه. فين هو ابن بطوطة وكل وسائلها؟ طب الوسائل دي اللي هي الروائح، ابتداء من الرادارات والمش عارف الحاجات، البوصلة المغناطيسية والبوصلة الفلكية، ومعلومات عن النجوم، جابت منين الطائر الكتكوت الصغير ده عارف الفلك منين؟ مفيش إلا العليم هو اللي علمه. هذا الكتكوت الصغير مش ممكن يعرف فلك، يتعلم فلك فين ويعرف ازاي الأبراج؟ مفيش إلا العليم الخبير، الرب العظيم اللي هو خلق هذا الكون كله. وكل اللي شفناه دلوقتي دليل قطعي على عناية ربنا سبحانه وتعالى بمخلوقاته، والكلام ما بينتهيش. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.